واضحه السالفه مقصوده واضحه. ايه اي واضحه. 80 مليون هذه وين بتروح؟ وين عند المنصه؟ المنصات تدفع ضرائب حق منو؟ حكوماتها. ايه يلا اخذ. والمسكين راعي المحفظه اللي راحت. ايه هاي شوف لكويدتي توتال لكويدتي ايش والله مو شويه والله. ايه مبلغ كبير يعني. حسبي الله عليهم والله مساكين. إيه؟ راحوا الناس. هاي ثاني مره يسويها. لا اقول لك شيء، اللي مو حاط ستوب يستاهل. ايوه صدق اللي ما حاط. واللكودة عنده مو بعيدة يعني على على العشرينات، على 15,000 ومحفظته صغيرة، لأن 200 مرة ننبه إحنا على موضوع وقف الخسارة. صح، كل شوية ننبه على وقف الخسارة. وقف الخسارة حقنا اسمع حق المتداولين القدامى اللي يعرفون يشتغلون، ما أقدر أقول لهم شيء لأن للحين موجودين بالسوق ما طلعوا. ألو للحين ما طلعوا من السوق. هذا السوق لازم تشتغل يعني محفظتك صغيرة، حط وقف خسارة، حط وقف خسارة عادي. اخسر دولار يا أخي، اخسر 10. ها اي والله، ولا تخسر كلها. صح، وايد شباب توا قاعد يكتبون عن صمد، يعني تلكوت 7,000. في ناس 600، في ناس 100، في ناس 50، في ناس. ليش تخلي السوق يقول لك ودك؟ حط وقف خسارة يا أخي وارتاح. ايه اما في حال ان كانت اللكودة عندك بعيدة 15,000 3,000 يعني ما عليك خوف. هذا محفظة كبيرة. ايه ما عليك خوف والله، حتى المحفظة كبيرة. بس والله اللي خسره والله الله يعوضهم ان شاء الله ومعوضين خير. بس ايمان حتى المحفظة كبيرة ان شاء الله، وان شاء الله يتعلمون من الخطأ هذا اللي صار. لان السوق ترى غدرات بغدرات، ما له صاحب نهائيا يعني. اوكي حتى انا اعطي صفقات، بس انا حذر اعطيكم صفقات. اوكي بس امشوا معي، لما اقول وقف خساره حط وقف خسارك، حز ارباح حط حز ارباح، من تخسرون شيء. اوكي حتى يطقنا مره مرتين نصيده، نعوض المرات هذه اللي ضرب فيها ستوباتنا، نعوضها صفقة واحدة نعوضها. بس ماشي، في ناس ما تسمع يعني، مهما ما تحذر ما. يعني إيه والله لما أسمع ناس والله أنا تلكوت ما تخلي السوق لكوتك. لا إيه لا والله لا. إيه والله يا وسام صح، حتى المحفظة الكبيرة إذا كانت لكودة قريبة. إيه كم يا ناس من 28,000؟ اي والله تفضل شوف. يلا شن نزله 28,200، قول 28,300، 1,500 يلا اخذ. شنو هذا شن نزول؟ يخرب بيته. احنا قلنا شوف ابو سيمان، الارقام هذه امس قلنا أو 26. سبحان الله من أمس المفروض. كنا نقول إنه بعيدة يعني ياخذها على تدريج مو ضربة واحدة. إيه شوف أنت ملاحظ هذه ثاني مرة يسوي الحركة. ملاحظ؟ لأن عن إبليسه يعني أوكي شوف هذه الشمعة لوين؟ تقريبا هني. بودانا هذا اللكود عنده 26. شوف الثانية. الثانية جرت 1,000 كاملة. شوف. يقول لك هذا ما منه أمان بودانه. هذا ماخذ داخل البيتكوين واللكود عنده 26,900. الله سلمه ما تلكود. ايه حربي كم كانت انت كنت قلت لي قبل شويه؟ حربي ما موجود ولا ما كنا ينزل بودانه؟